حياكم وبياكم وصبحكم الله بالخير مشاهدي العراقية الإخبارية أينما كنتم متابعي الوطن والناس. الوطن والناس على الهواء مباشرة من داخل استوديوهات العراقية الإخبارية. الحلقة الخاصة باستقبال اتصالاتكم وسماع آرائكم واستفساراتكم. الأرقام ظهرت أسفل الشاشة. أي شخص عنده وجهة نظر، عنده رأي، عنده قضية، منبر كل الآراء العراقية الإخبارية. قضايا عديدة نوقشت في حلقات الميدان ومناشدات عديدة. في الحلقة اللي كانت يوم الاثنين أو في الأسبوع في هذا الأسبوع تم الاتصال بالأستاذ طارق المندلاوي أثناء الحلقة بعد أن تمت مناشدة أحد الأخوان بخصوص معاملة شهيد. وايضا اخذنا منه موعد ومن المفترض يكون ويانا في هذه الحلقه الاستاذ طارق المندلاوي مدير عام دائره الشهداء ضحايا العمليات الحربيه والاخطاء العسكريه والاعمال الارهابيه. لحد الان ما موجود تليفونه مغلق ونتمنى انه العارض خير ونتمنى انه يوصل ويكون ويانا. وايضا الاتصالات راح تكون ايضا على هذا الموضوع او ايضا المواضيع أخرى. بعض التفاصيل اللي خضنا بها بدائرة التقاعد وتم الاتصال بالسيد نائب رئيس هيئة التقاعد وأيضا بما يخص الجنسية بما يخص مصرف الرافدين. وأحب أشكر دائرة مصرف الرافدين وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسين علي أبو هاجر على تواصله وعلى حرصه بحل مشاكل الناس. نتمنى من المسؤولين دائما أن يتابعون قضايا دوائرهم وما يطرح بوسائل الإعلام، والناس اللي تعجز أن توصل للمسؤول في دائرته بسبب المكاتب وبسبب الروتين وبسبب نقول حسن النية أنه عمل عنده كثير وما يقدر يشوف وما مخصص له يوم لسماع شؤون المواطنين وقضايا المواطنين، يعجز من خلال العراقية الإخبارية ومن خلال وسائل الإعلام يوصل له ما يدور داخل الناس وما يخص دائرته والأشياء اللي تخص عمله. نتمنى أنه نلتقي صباحاً ويا الناس ما نسمع مشاكل ولا نسمع حموم. نتمنى أنه نوصل إلى مرحلة الناس ما تشكي ولا تشتكي ولا تقول الدائرة الفلانية عرقلت معاملتي ولا صحة الصدور ولا كتابنا وكتابكم، وتبقى المعاملات شهور وربما سنوات. اتصال أنا أم أحمد، حياك الله. أيون السلام عليكم. يوم عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى يمه الله يحفظك يمه. أيون أنا من بغداد خالتك على راسي وصاحبة يتيم وليدة وحي. نعم وفي دول عمرك واني بس الرعاية خالتك والرعاية هسه سووها 100 واحنا نفرة او عدي بيتي 50 متر. بس اريد احب اطرح المشكلة هاي، بيتي 50 متر وعقادة وتعبان، واريد من كل من يسمع صوتي كل من انا عرفت للبيع بس ما يجيب سعر وراح يوقع علي عيوني. استاذ مصطفى أريد من الطيبين من الخيرين من كل إنسان. أنا شكو شيء عندي بحته وطيت المقدمة إيجاب، بعت شعدي تلفزيون صوبتي ما خليت أي شيء بعتي وطيت إيجاب 300 إيجاب. راح أطلع من عند البيت بس أريد كل من يسمع صوتي كل إنسان، وهذا رقم يمك تعبانة خالتك تعبانة اللي يريد ياخذ بيتي ينقذني. يجي يجي يشوفه تعبان يقول قاع وما يطبين سعر وانا حايره هسه خالتك. امي بيتك بيتك وين؟ بيتك وين يا منطقه؟ بيتي بالرئاسه مقابل العبيدي. الرئاسه مال العبيدي تقصدين؟ مال العبيدي. زين زين شو يجيب له البيت اذا معمر؟ شو يجيب له؟ شو يجيب له؟ ما هو يوصل 50 مش يجيب لا عندي قرض واحد يعطيني انا الرعايه 100 ألف وين اوديه؟ مدوى مصطفى اريد من كل انسان يسمع صوتي، اريد من كل انسان رحوم، ما اقدر خالتك حايره بزماني. اي بس يا يما هسه انت بعتي كل شيء على مود تعطيني ايجار يعني؟ والله العظيم يعني احنا اليوم
دقيقة. وخليت شيء كل بعد نطيت المريض بس زين زين مفطر. انت البيت انت البيت انت البيت اذا يوميا تسوي لك حاجه بي تقدرين يعني ما عندي امكانيه يا يما عاد شلون اساعدك امكانيه انت اجرتي وراح تعطيني جار والله العظيم بعد بعت الغراض كلها ما خليت اي شيء وطيت المقدمه طيت المقدمه الشقه والله العظيم طيت المكان شقه كنت قاعد بيها بس الشقه بس اللي بيش الشقه بيش الشقه 300 ايجار بس دقيقه يعني هسه احنا حتى مثلا انا بالفيسبوك او غيره اشوف بناء بالاقساط يعني انت تقدرين بهاي التفاصيل يعني هسه ما اعرف انت الحمد لله والشكر انه عندك قطعه ارض او عندك بيت حتى ولو كان 50 متر واقع خالص واقع ما حد ياهل يجي يشوفه ما حد يقول قاع وانا زين اذا اخذت والله يا ام احمد احنا بدورنا اي شخص يسمعك يقدر يساعدك ويحب يساعدك احنا تليفون ام احمد يمنا فدوى العمر وسمعتوا مناشدتها وان شاء الله ان شاء الله يسمعوك ويستجيبون اي من الحكومه من الساده نعم. من ياخذ هذا البيت ياخذه من عندي نعم. وهذا انا اشكرك امي وان شاء الله الله يحفظك وخلونا رقم ام احمد شباب شباب ليث من دياله حياك الله السلام عليكم انا سعد مصطفى صباح الخير والعافيه صباح النور عيون سعد سعد عندنا مشكله صار لها 30 سنه 30 سنه ويلي اي والله استاذ العزيز يعني مال شهيد حقوق شهيد من وقت النظام البائد ايه ولهذا الحرام يعني قاعدين ببيت احنا مال الدوله استاذ ايه ورانا جو ملكوا لهم واحنا بقينا لحد الان مملكين لنا دقيقه يعني هسه انت مشكلتك لين ما مملكيك اي نعم استاذ العزيز مشكلتك مو قضيه مشكله 30 سنه مشكله اقول يعني انا عبالي معامله 30 سنه صار لها حقوق 30 سنه احنا اليوم اللي دار هو هذا الملك اللي تابع الو يا دائم انت دار المحليه استاذ العزيز بس دار دقيقة المحليه تسال ليش ما تعرف يمك تساله ليش انا بس غيرت القضيه تخصك لو ما تخصك لا لا دار المحليه استاذ مو انا ما هذه اي بس القضيه تخصك مو هي نعم هي القضيه تخصنا تخص الحجيه لان الحجيه سلامنا الحجيه وتحياتي لها الله يحفظها ان شاء الله الله يسلمك الله يحفظها استاذ يعني احنا مشيدين عندنا الله يرحمهم يرحمهم كيف بهاليوم الله يرحمهم يعني بس انا شلون بهالحال يعني اريد مثلا على طريق معرفتك نصر يعني الاداره المحليه تقصد محافظه دياله غير؟ اي نعم استاذي العزيز والله طيب لان هو انا اقول لك استاذي ليش ما املكوا انه هذه احنا من ذاك الوقت لان شو موقع تجاري موقع تجاري يعني البيت نعم استاذي العزيز البيت سكني او تجاري اي سكني اي سكني بس يعني موقعه شو تجاري على مود هذا الشيء يعني عقار المعامله مالتنا استاذ العزيز قد مساحته تقريبا 180 متر زين سؤال يعني هسه اليوم اذا 800 استغفر الله استاذ 880 متر 880 متر ما شاء الله نعم. يعني احنا انت جاي تحكي على عقار 800 متر مو شويه، ماكو شيء يمكن يملكون دار سكني لكن مو دار 800 هاي واحده، اثنين اذا كان تجاري هاي راي ثاني بي. وال ايضا المحافظه لها قضيه ملكه ومثل مثل نعم 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 استاذ ملكه وبذاك الوقت يعني جارك من صفك الارض من صفك نعم استاذ العزيز اي نعم نعم ملكوا لهم ويعني كانت عندهم علاقات ووصلت ملكوا لهم همينا مساحتهم 800 وغيرها؟ اكبر من مساحه بيتنا يا استاذ العزيز زين راجعت قلت لهم انه على اثر انه هذا القرار اللي ملكت به ملكوني اتمنى اتمنى التقي بيك ونشوفك المعاملات واشوفك التزوير يعني هسه تزوير؟ نعم نعم سووا تزوير حتى تزوير علينا اشكال اوراق عندنا يعني استاذ العزيز نعم هسه احنا السيد محافظ 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 يا السيد مثنى التميمي يعرف هاي القضيه؟ والله استاذ عزيز ما اعرف يعني هو يعرف فيه وما يعرف ما اعرف يعني زين انت تدري يعرف ما يعرف شلون انت ما رحت له؟ ما رحنا له استاذ يعني ما مواجهينه صراحه ما مواجهينه الرجال يعني لانه وجهه ما مره واحده واجهناه بعد ما واجهناه يعني
متورجة على هذا الشيء، لأن نهاية السنة مالتي يعني راد يسوون لي قبر رمزي حتى يزوروني بالمقبرة مال كربلاء. نعم. صار عندي ولد صاحبي يعني صار مدير مؤسسة سجناء سياسيين. نعم. قال أنت ليش ما تقدم على السجناء السياسيين؟ أنت لك الحق بهذا الشيء. قلت له والله شو أنا ما أترجى خير من الموضوع. قال ليش؟ قلت له أنا الشهود اللي عندي حاليا وشون ألقاهم وبزمن ذاك الزمن النظام البائد قبل يعني المسجون ما يقدر يقول أنا مسجون. زين بس دقيقة يعني أنت معتقل مو محكوم، ماكو مقتبس حكم. ما عندي مقتبس بس عندي شهود، والشهود اكو ثلاثه احياء يرزقون حاليا. زين واكو زين مزاري. انا اليوم يعني احنا الكلام بصدقك بيه، لكن اليوم مؤسسه الدوله ها امام أي. الكثير من الادعاءات. انا مو جاي اكذبك لا ابدا، ولا جاي انه اشكك لا قضيتك. انا عدليل الشهود طبعا، بس انا اليوم راح اقول لك قضيه يعني صعب على واحد انه يدعي يخلي شهود. يعني انا ما اعرف اجراءات يعني اليوم مؤسسه السجناء اكو هيئه قضائيه واللي ينظرون بالقضيه القضاة بتوا بهذا الموضوع. اللي ادرسه استاذ مصطفى. نعم. اللي ادرسه انا كالاتي. انا روجت المعامله عام 2016 من كان المبنى مالته بحي الحسين. زين ادري بس دقيقه، من 2003 لحد 2016 وين كنت؟ أنا أقول لك قدمت في 2016 بناء على طلب، هو مدير مؤسسة السياسيين قال لي قدم المعاملة وحضر شهودك وروح للقاضي. المعاملة ما تروجت، أخذوا رقم التليفون مالك وقالوا نتصل بيكم، ما اتصلوا بي. لحد البارحة رحت المؤسسة السياسيين في كربلاء. أستاذ 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 أنا أوكي أنا معاك، لكن أقول لك من 2003 اللي بدأت أعمال أو بال 2004 خلينا نقول بدأت أعمال مؤسسة السجناء لحد 2016 توجنت. ليش ما كنت مقتنع بالفكره انه انا قلتها مجرد يعني هويه او كذا، ما كنت اعرف انه اكو فد امتيازات وحقوق وكذا. بعدين اتهمت من خلال زملائي. نعم بس اسمح لي استاذ العزيز بس اسمح لي، انا لا عرضوني على قاضي ولا صعدوني. المهم رحت العام 2020 رحت الحي التحدي من انتقلة المؤسسين السياسيين، لقيت حجي صلاح مدير مؤسسين السياسيين. الرجل ما قصر، كتب الطلب، قال أنا أدري وعندي معلومات عن هذا الموضوع، وكتب لي وروج لي المعاملة ورفعها إلى شؤون أعتقد شؤون المحافظات ببغداد. ورحت أنا بقابلت الحاج يمكن محسن الحكيم أعتقد اسمه، وشرحت له الوضعية وقلت له الشهود موجودين والشهود كبار موجودين في كربلاء كانوا يعني معي بالمسجونين. أنا بس اسمك الكامل فؤاد حسن عبيد. فؤاد حسن عبيد، إن شاء الله مؤسسة السجناء يتابعون قضيتك وقضاياك، وان شاء الله الهيئات القضائيه تشوف اليه حل لمثل هكذا قضايا. فاني الوزير كاتب قبل اخر اتصال اخر بدون يعني ما انوه انه العزيز البارحه الوزير كاتب ترفض يعني رد الطلب حاسبة. مو ترفض، رد الطلب ماكو ترفض، رد الطلب اي رد الطلب اي نعم. اي نعم. يعني بهاي الحالة انا لو مجرد صاعد للقاضي وما مقتنع القاضي بوضعيتي، انا اقبل بقضاء العراق اللي قرره خلاص انتهى الموضوع. بس انا يعني احس بمظلومية 11 شهر وذاك نعم. الشكل ولا حتى اذا رد الطلب ممكن تتجه الى محكمة القضاء الادارة وتطعن به مرة ثانية وتقدم دفعاتك. يعني يصير هسه اقدم مرة ثانية اروح مثلا الى قضائية قدم اخرى؟ قدم 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 الى المحكمة الادارية ب يعني على استئناف القرار، يعني تطعن بالقرار وممكن ايضا بس ياخذ مده طويله وينظرون به هذا الماشي. يعني حتى قرار القضاء اليوم تطعن به وتقدم اي شيء اذا مستجد بهذه الحاله. انا اشكرك يعني فؤاد، لما يخلص العمر مثلا الله يكون بعونك يا فؤاد. لكن انت وين كنت يا اخي؟ الدنيا كلها هسه احنا المفترض هاي المؤسسات مؤسسه السجناء المفروض انه منتهيه قضاياها ورايحه، لان احنا السجناء شنو يوميه يطلعون لنا سجناء. اشكرك اني أشكرك فؤاد. أنا أقول إنه المتصلين راح ينضم ويانا الأستاذ طارق المندلاوي مدير عام دائرة شهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والإرهابية. أخذنا منه موعد بالحلقات السابقة ووفى وكفى، والآن هو ويانا. وحياك الله أستاذ طارق وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك أستاذ مصطفى، حياك الله وتحية طيبة لكل مشاهدي قناة العراقية. نعم، الكلمة الأولى إلك. واليوم أنه إحنا شفنا بالأسبوع الماضي نشاطاتكم كانت النشاط الأبرز مع ذوي ضحايا تفجير ساحة الطيران.
نعم، طبعا كان هناك لقاء مهم جدا مع سيد دولة رئيس الوزراء لشهداء فاجعة ساحة الطيران، وهذا اللقاء بالحقيقة كان مهما، قدم سيادته تعازيه إلى ذوي الشهداء، وأيضا كان هناك حضور ذوي الشهداء. اللافت للنظر أنه ذوي الشهداء كانوا من كل المكونات أبناء الشعب العراقي من الكرد والعرب والسنة وبقية المكونات الأخرى، وبالتالي هذا دليل واضح على أن الإرهاب يستهدف الجميع، لا يميز بين كردي وعربي وسني وتركماني ومسيحي، بل يستهدف الجميع. وقدم سيادته تعازيه إلى ذوي الشهداء، وكان حضور السيد رئيس مؤسسة الشهداء، وكان هناك فريق يعني عملنا على زيارة عوائل الشهداء في المستشفيات، وكذلك أيضا زيارة الفواتح من قبل السيد رئيس مؤسسة الشهداء، وكان هناك لجنة شكلت من قبل مؤسسة الشهداء من أجل تفقد العوائل. وأيضا كان هناك يعني من جملة ما تمخض عنه اللقاء هو تعيين شخص من ذوي شهداء ساحة الطيران، نعم، على بعقد على ملاك وزارة النفط، كون أنه أكثر العوائل كانت معدومة، اللي هي عدد الشهداء وصل لحد الآن حسب الأرقام اللي عندنا 35 شهيد، فبالتالي لكل عائلة شهيد هناك سوف يكون تعيين لذوي الشهداء. نعم. وكان هناك أيضا هدية تم تقديمها من قبل السيد رئيس الوزراء لكل عائلة شهيد 5000 دينار عراقي. نعم أستاذ طارق، هل هناك استثناءات بإجراءات معاملاتهم، على اعتبار أن اليوم احنا نشوف معاملة الشهيد اللي سابق غير هذه العملية، تأخر كتابنا وكتابكم وقضايا الأمنية وقضايا الاستخبارات وقضايا الأمن الوطني، اليوم تم استثناء هذه العوائل من هذه الإجراءات وتبسيطها بأسرع وقت؟ نعم طبعا، كان هناك مخاطبة من قبل مؤسسة الشهداء تم تقديمها إلى السيد رئيس الوزراء أن يكون ترويج المعاملات عبر النافذة الواحدة، والنافذة الواحدة تدري يعني تبسيط الإجراءات يعني إجراءات الإدارية اللي حضرتك أشرت إليها راح تختصر اختصار كبير جدا. وأيضا تعهدنا لسيد رئيس الوزراء أن يكون الإجراءات مختصرة جدا، وسوف يتم إنجاز المعاملات خلال شهر واحد. إحنا الشهداء طبعا هم شهداء موظفين دوائرهم هي اللي تقوم بها، أكثر من 11 شهيد من أصل 36 لحد الآن وجدناهم موظفين، خاطبنا دوائرهم على ترويجه، كون أنه الموظف يتم ترويج معاملته عن طريق اللجنة الثلاثية لكل وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة، استنادا للمادة 3 من قانون رقم 57 سنة 2015، وبالتالي على هذه الوزارات الإسراع في ترويج المعاملات، ولدينا لجنة متابعة مع كل هذه الوزارات من أجل الإسراع في ترويج المعاملات. أما فيما يخص الكسبة فيكون هذا في عهدة مؤسسة الشهداء، خصصنا اللجنة الفرعية الثانية في بغداد، هذه اللجنة سوف تقوم بترويج هذه المعاملات من خلال النافذة الواحدة إن شاء الله. نعم. وتم الموافقة السيد رئيس الوزراء بشكل سريع على هذا المقترح اللي قدمه مؤسسة الشهداء، وننتظر الآن صدور الأمر الديواني وبالتالي جمع العوائل ضمن النافذة الواحدة وإنجاز معاملاتهم. نعم، هناك دوائر متعلقة بصلب عملكم، يعني اليوم انه احنا مؤسسة الشهداء تقر انه فلان شهيد وايضا تروج معاملته، ويمكن ايضا هناك دفعات لمنح الشهداء، لكن اليوم اغلب الناس يسألون اليوم حقوق الشهداء، اولوية التعيين حسب القانون الموجود. نعم. قطعة ارض سكنية، ها شو المصير هسه طارق؟ نعم طبعا، قانون رقم 2 لسنة 2016 اللي هي قانون مؤسسة الشهداء اللي شمل فئتين، فئة شهداء الجرائم حزب البعث وشهداء
الحشد الشعبي، وقانون رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته 57 ورقم 2 لسنة 2020 كلها أجمعت على تعيين ذوي الشهداء نسبة 10% من كل التعيينات بالعراق. نعم. فبالتالي إذا جمعنا نسبة 10% لكل فئة يصير 30% من كل التعيينات يتم يعني في قرار الموازنة بعون الله تعالى. جاي يعمل بها بالسنوات السابقة؟ والله صراحة يعني أحكي لك إياه، وأنا الآن أتحدث للرأي العام، لم تلتزم بعض الوزارات، وكان هناك لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة السيد عبد الإله النائلي استضافت بعض الوزارات اللي هي بالحقيقة تلكأت في موضوع تعيين ذوي الشهداء طوال السنوات السابقة، يعني كانت يعني تجتهد أمام النص القانوني. على سبيل المثال وزارة التربية كانت تعين 5% يعني، وهذا طبعا اجتهاد يعني 5% من أصل كل التعيينات اللي هي 30%. وكان أيضا هناك مؤتمر أقامها وزارة الخارجية، وهذا المؤتمر بالحقيقة كان مهما جدا. السيد وزير الخارجية بيّن على أنه نسبة التعيين يجب أن يكون 30% للفئات الثلاثة المشمولة بقانون مؤسسة يعني الشهداء. أستاذ طارق، أستاذ طارق تتكلم وأنا ما أراد بحلقات الميدان، يجيني ذوي الشهيد ابنه أخوه وأيضا بعض الشهداء هم موظفين ويقول أنا هذا كتاب المؤسسة ومخاطبين الدائرة ويريدون أن يقرون أنه أنا من ذوي الشهداء ولي أولوية بالتعيين، لكن ما حد جاي ياخذ به. بالتالي اليوم لجنة الشهداء والسجناء السياسيين بالبرلمان، ايضا رئيس مؤسسة الشهداء باجتماعات الامانة العامة لمجلس الوزراء او الوزراء ما يتم مخاطبة الوزراء المعنيين، انت قلت بعضهم لم يلتزم. نعم. لم يلتزموا بعدين. نعم طبعا كان هناك لقاءات مكثفة من قبل سيد رئيس مؤسسة الشهداء بكل الوزراء اللي الآن في حكومة السيد دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي. هذه اللقاءات بالحقيقة تمخض عن موضوع التعيين حتى على حركة الملاك يعني، والحذف والاستحداث اللي تجري في كل دوائر الدولة. يجب أن يكون إذا كان هناك 10 من الموظفين تقاعدوا، 3 منهم اللي هي من نسبة يعني 10% يجب أن يكون من حصة ذوي الشهداء. نعم نعم يجب أن يكون من حصة ذوي الشهداء. لذلك هذه اللقاءات بالحقيقة يعني بيّن موقف مؤسسة الشهداء. أولا القانون أمر بذلك ولا يجوز مخالفة القانون بأي شكل من الأشكال، وعلى وزارات العراقية والجهات غير مرتبطة بوزارة أن تلتزم بالنسبة المئوية المحددة. نعم. وفق قانون مؤسسة الشهداء. أستاذ طارق أنا أخليك ويانا نستقبل اتصالات، ونتمنى من المتصلين أن الاتصالات تكون حول موضوع مؤسسة الشهداء وأيضا حول موضوع الأخطاء العسكرية، ضحايا الأخطاء العسكرية والعمليات الحربية والإرهابية. ويانا من بغداد أسعد. حياك الله. صباح الخير. الله يحييك، رحم الله عليك، صباح الأنوار عليك وعلى مشاهديكم وضيفك الكريم إن شاء الله. شكرا. صباح الخير. صباح الأنوار. إحنا شريحة بالواحد وتسعين حوالي 16,000 إحنا. إحنا بالانتفاضة الشعبانية أنا كانت وحدي بكركوك. فتعرف بالسقوط بالانتفاضة العفو الشعبانية الأكراد إخواننا استولوا علينا إن شاء الله، وراحت حقوقنا ودونا لإيران ثلاث سنوات بإيران من 91 رجعت إلى 94. طيب مصدر. نعم سامعك. ورجعنا بال 94 لا حقوق لنا، لا قاع لا تقاعد، كل شيء ماض. يعني انت بس تعتبر اسير، تعتبر شنو؟ اي اعتبرانا اسير. لا يعني اسير، الاسير عنده كتاب الصليب الاحمر وايضا ذاك الوقت يقررون انه هو اسير وتم بغير اتفاقيات بين البلدين. استاذ مصطفى راجعنا هيئه الاسرى والمفقودين. نعم هسه احنا هذا الموضوع ما يخص الاستاذ طارق حتى يجاوب عليه، لكن أريد من برنامجك هذا منبرك إن شاء الله توصل صوتنا لرئيس الوزراء. نعم. يعني رفحة شهر واحد يطونهم وإحنا 3 سنوات الله ما يقبل. نعم إن شاء الله تأخذ حقوقك. أنا أشكرك أشكرك الله. أشكرك. نعم أشكرك. وأنا اتصال آخر. أبو عقيل من واسط حياك الله. ألو السلام عليكم عمي مصطفى. شلونك يا أبي؟ شو
شلونك عمي؟ الله يحفظك عمي. عمي عندي ابني فقد التكريس من 2006. ايه. وظليت امشي معاملته من هنا ل 2014 وكتبوا علي شهيد. نعم. وحتى الحقوق مالته 2.5 وصار تخش وكان على الدوله وقالوا لي انتظر وبعدين والله كل ما اروح لهم اخذت 2.5 اخذت 2.5 اي 2.5 ولحد الان احنا كاتبين علي شهيد بال 2014 اي اي والله كل ما اروح لهم يطردوني استاذ مصطفى عمي. نعم استاذ طارق ممكن يعني شو تتداخل ويانا نشوف هذا الموضوع؟ نعم طبعا يعني خلي الاخ انه يراجع دائرتنا كون احنا معنيين بهذا الشيء ونتابع مع اللجان الفرعيه. تدري استاذ مصطفى هناك لجان فرعيه هي معنيه بترويج معاملات نعم ذوي الشهداء والمصابين والمفقودين والمخطوفين. نعم. وهناك لدينا 25 لجنه فرعيه يراس كل لجنه قاضي وبمعية ممثلين عن وزارات الدفاع. نعم. والصحة والداخلية والعدل والمحافظة وكذلك هناك ممثل لمؤسسة الشهداء. وأنا طبعا منذ أن افتتح الدائرة عام 2016 واستحدث هذه الدائرة وارتبطت كل هذه اللجان الفرعية بدائرتنا دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء. نعم. العسكرية والعمليات الإرهابية ولدينا أسبوعيا ويوميا مقابلات مع المواطنين ويمكن للحجي أن يراجع دائرتنا حتى نعرف شنو المشكلة وين بالضبط حتى نحلها له. نعم إن شاء الله عمو راجع مؤسسة الشهداء والأستاذ طارق مدير عام ضحايا العمليات العسكرية والحربية وكذلك الإرهابية. ويانا اتصال من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ مصطفى؟ عمار حياك الله. اي نعم عمار من البصر. اخي انا كنت عايش خارج العراق في فتره طويله وعندي اخوي شهيد بعد سنين وعندي اخوان يعني عندي اخوان هم مستنين يعني ما سوا انا ما الي شيء ايد ورا ايد ورا قدام من ذاك الوقت ما صدام ما حصلت شيء وقت رجعت جماعه مغلتين يعني ما اعرف شنو مستلمين ما اعرف شنو كل شيء ما عندي لا هوية مثلا ما عندهم هويات ما ادري شو مستلمين قطعة أرض خليهم بدي وين جاي مستلمين قطعة روح حلوه مستلمين قطعة أرض ومتعينين وحدة متعينة وهو يستلم رواتب ما في شيء موافق قال أنا إلي حق في الحالة هو أنا أخوي يعني أنت أخوانك قسم متعينين واخذين وأنت ما ماخذ؟ أخي وحدة تعينت بالنفط على مجوى شيء والثاني مستلم قطعه يعطيني واجب فلوس ما يعلمني ايش قد ايش قد معي وانا كل شيء ماكو يا بس دقيقه اللي حصل اريد افهم شويه صوتك اتصالك مو واضح انا ما اعرف اذا الاستاذ طارق فهم انا افتهمته طبعا اذا هو كان اخ شقيق فله راتب تقاعدي اذا كان والدي متوفيان يعني احنا عندنا الشهيد الاعزب ووالداه متوفيان تنتقل الراتب التقاعدي للورثه اللي هم الاخوه والاخوات. نعم. وينقسم بيناتهم بالتساوي. ممكن للاخ ان يراجع مؤسسه الشهداء فرع البصره هناك استاذ قصي وحتى نحل المشكله مالته. نعم اشكرك اني استاذ طارق واشكر ايضا الاخ عمار ام علي من الناصريه من ذي قار حياك الله. انا الشهيد علي. ايوه انا توفى ابني الصوت قليل من السن جوار ابن الشهيد بالضحايا النظام البائي ايه ما طلعت حقوقه بس اقول صوت مو واضح عند الشباب نعم يقولوا لي اللجان هسه مالت الشهداء مسدوده على يعني هو سبب على الصدام ضحايا حزب البعث زين روشتي معاملتها وين بيتها استاذ مصطفى؟ خلينا نسال وين بيتها هي؟ هي بذي قار مو بذي قار؟ ناصريه يما ابن ناصريه تراجعين مديريه شهداء ذي قار الاخ مهند هادي شحتور مدير المديريه راح يستقبلك بمجرد ما انا اطلع ان شاء الله حتى نعرف شنو قضيتك ونحلها لك. زين استاذ طارق نعم امي بالناصريه هذا اسمك امي اسمك اسمي لولا خير الله شلون اسمي لولا خير الله ام الشهيد لولا خير الله نعم نعم لولا خير الله نعم اراجع ناصريه
نعم مديرية شهداء ذي قار. نعم. مديرية شهداء ذي قار. مديرية شهداء ذي قار اكيد اسئله عليها يدلوش بيها، والاستاذ طارق راح يتصل بمدير الفرع هناك وراح يعطي اسمك ان شاء الله ما يقصرون وياك. نعم اتصال انا اخر. الو. نعم استاذ طارق نرجع لك ونقول اليوم انه اي قضيه عندما ترفع تنظر بها هيئه قضائيه للبت بها، مو صحيح؟ نعم. نعم ايش قد تتاخر؟ والله موضوع التاخير يبقى مرات في دائره المواطن نفسه، يعني انت من تطلب منه شيء تقول له روح سوي لي القسام الشرعي، يعني يبدي يتاخر يعني المواطن نفسه، او مثلا من اكو هناك مفقود ينفقد، خصوصا يعني المشكله الاكبر طبعا هذا في موضوع المفقود. المفقود لازم يروح من اول ايام يبلغ ينشر بالجرايد، وبعد ذلك يعمل على حجر والقيمومة الخاصة اللي تصدر من المحاكم العراقية، وبعد ما يكمل كل إجراءات القانونية احنا نعمل على مع وزارة الداخلية على انه الاسم يعمم على كل المنافذ والمطارات والموانئ البحرية حتى نعرف انه هو طالع من العراق لو لا بجواز سفر. بعد ذلك يتم إصدار إلى حجة وفاة بعد مرور 4 سنوات استنادا لقانون 78 قانون القاصرين لسنة 1980 حسب المادة 93 اللي هي تستغرق 4 سنوات. نعم أستاذ طارق، يعني إحنا اليوم المغيبين هذا الملف اللي شائك لحد الآن. نعم أنا أكثر من مرة اتصلوا بي بما يخص 18 أو 20 أو أقل أو أكثر بما يخص حادثة الأنبار، ذول الناس اللي غيبوا بالأنبار أو لحد الآن ما حد يعرف مصيرهم، هم اللي يبيعون أغنام أو اللي يجيبون أغنام هناك، يمكن تعرف هذه الحادثة. نعم. أكيد أمامك. أكيد. شنو مصير هؤلاء اللي حد الآن هم ما حد يعرف شنو وضعهم؟ أخي العزيز، أي إنسان عراقي لابد وأنه من ينفقد يسوي هاي الإجراءات اللي قبل شوية أنا حكيت فيها، يعني 4 سنوات ينتظر، لازم يعلن أول مرة بالجريدة، يسوي حجر والقيمومة، وبالتالي بعد استكمال إجراءات القانونية يقدم على اللجان الفرعية. إذا انطبق عليه الشروط القانونية الخاصة بضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، وبالتالي راح ينشمل وفق هذا القانون. أما إذا ما ينطبق عليه فبالتأكيد احنا كشفنا حالات صراحة يعني. نعم. من ذوي بعض المفقودين انه هو المفقود حي في امريكا في تركيا في اماكن اخرى، ويجي يدعي يقول انه انا عندي مفقود وانفقد ضمن الضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، لكون ان القانون رقم 20. نعم. لسنة 2090 يشترط ان يكون هو شنو؟ قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. نعم. إذا انطبق هذه الشروط الثلاثة على أي شخص انفقد داخل العراق بالتالي هو يكون ضمن. طيب. هذا القانون. احنا اليوم شروط وإحنا قانوننا أستاذ مصطفى. نعم. يعامل المفقود والمخطوف معاملة الشهيد. طيب هذا ما نص عليه القانون. احنا اليوم الاجراءات اللي معروفه انه يبلغ قضائيا وتمر فتره 4 سنوات ونشر بالجريده وبعدها يتم اقرار انه هو شهيد، صح؟ نعم هو هذا قانون رقم 78 لسنه 1980. نعم. الماده 93 حدد بموجبها موضوع المفقود. فاي مواطن، احنا صراحه اكو نقطه مهمه جدا وهو انه اكو ضعف لدى الرأي العام في موضوع إجراءات القانونية فيما يخص المفقود. هذا من المفترض أن يسأل أو يروح يعني محامي، هناك محامين. نعم. وأعتقد حتى في موضوعة الأنبار كان هناك تشكلت أكثر من عيادة قانونية من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعملوا على ترويج المعاملات فيما يخص المفقودين اللي حضرتك تحدثت عنهم. نعم أنا أشكرك بما يخص هذا الموضوع. رجعنا لقضية مهمة. نعم
ناخذ اتصال ونرجع نسال الاسئله. الو علي من بابل حياك الله. علي حياك الله. الو معني ابو محمد. ابو محمد حياك الله. ايه اليوم رحنا مع الرواتب مال الشهداء. نعم. عندي شهيد مسوي راتب الي بالنص، راتب الي وراتب للمرأة، قاطعين كل واحد 100، هو راتب واحد. قاطعين يعني 200,000. مال شنو قاطعين؟ مال شهيد. بس دقيقة، شنو مال شهيد قاطعين؟ اللي قاطعين الاستقطاع على أي مبلغ؟ هذا اليوم الاستقطاع حتى نزل بالرواتب اليوم قاطعين 200,000. لا، أنت شفت قاطعين، أنت تستلم بالبطاقة الذكية، مو صحيح؟ ايه بالبطاقة الذكية. يعني انت راجع قول شنو اسباب الاستقطاع، يعني شوف دار ما ادري. اليوم رحت استلم راتبي ناقص 100. ناقص 100 وباسم ام الشهيد هم ناقص 100. هو راجع دار التقاعد، يعني راجع المصرف، شوف الاسباب وان شاء الله احنا نتابع وياك. هو عم يتابع عن مؤسسة الشهداء. نعم. لحال الارهاب. نعم. نعم اشكرك انا، اشكرك. نعم. نعم استاذ طارق، احنا بس السؤال، يعني احنا ذوي الشهيد عندما يتم اقرار انه شهيد ويستلم الهويه علاقته تنقطع بمؤسسه الشهداء بمساعده انه الدوائر البقيه عندما ياخذ راتب من التقاعد او يراجع مديريات البلديه لغرض استلام قطعه ارض؟ لا لا، هو صراحه يعني موضوع ترويج المعاملات يعني فيما يخص لذوي الشهداء اكو بها ثلاثه حلقات، يعني تمر بثلاث مراحل. المرحله الاولى هو ترويج المعاملة عن طريق اللجنة الفرعية. بعد ما ينتهي المرحلة الأولى ويصدر لها قرار اللجنة الفرعية اللي رأسها قاضي، وذكرت أنه أعضاء اللجنة من الوزارات المعنية وبما فيهم ممثل مؤسسة الشهداء، ينتقل للمرحلة الثانية، يأتي الإضبار إلى مؤسسة الشهداء. نعم. يتم تدقيقها بالكامل، نشوف كل الإجراءات سليمة 100%. إحنا نأخذ منه كفيل، الكفيل الضامن يكون موظف أو متقاعد، وبالتالي نرسل المعاملة إلى هيئة التقاعد الوطنية بنظام الباراكوت. نعم. يعني اليوم ذو بس ذو إذا الشهيد. أستاذ مصطفى، بنظام الباراكوت بعد ما أنه يروح، إحنا ننطيه ورقة، ننطيه كتاب، نقول له روح بعد، أنت الآن شغلتك يم هيئة التقاعد الوطنية. نعم. إحنا يروح يم هيئة التقاعد الوطنية، يستلم الكي كارد والهويه التقاعديه. بس انا اريد اقول اليوم ذوي الشهيد لازم يقدمون كفيل؟ نعم لازم يقدم كفيل. شنو الاسباب يعني؟ الاسباب هي متعدده صراحه يعني، وطبعا هذا الاجراء اجراء حكومي سليم 100%. نعم. لماذا؟ لكون انه موضوع الكفيل الضامن يضمن انه فعلا هذا باكر عقبه طلع انه هذا مو شهيد، او طلع انه هذا مو مصاب، او مبني معاملته على اجراءات الدائره اللي نظرت بها الهيئه القضائيه وصدرت انه لا مو هي. تدري شنو استاذ مصطفى، الاجراءات جاءت من قبل هيئه النزاهه. نعم. اكتشف انه هناك بعض المعاملات، وفعلا يعني الان اوجدنا معاملات، وقفنا معاملات اكثر من 19,700. اذا تسمع لي استاذ مصطفى، نقطه مهمه جدا اوضحها للمشاهد. نعم. الكريم، واعتقد هالايام كانت هناك كثير من التصريحات، وصرح السيد رئيس لجنه الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين استاذ عبد الله النائلي بموضوع هناك 24,000 معامله في محافظه معينه تم ايقافها من قبل مؤسسه الشهداء، وطبعا استرجعنا مليارات الـ يعني الى خزينه الدوله. استاذ طارق، وهذا الحرص من قبل مؤسسه الشهداء ومن قبل هيئه التقاعد الوطنيه. انت قبل لا تقر انه هذا شهيد، انت رحت للسلامه الامنيه و لا هي باوع. شوف باوع، يعني احنا اكثر شيء يتاخر بمعامله الشهيد هي قضيه السلامه الامنيه لا اذا تسمح لي استاذ مصطفى، موضوعه انه الان صارت الاجراءات سلامه الموقف الامني وصار تدقيق بالمعامله، قبل لا ترتبط هذه اللجان الفرعيه بمؤسسه الشهداء. لا. عملت طوال 5 سنوات، يعني من 2009 إلى 2016 كانت هذه اللجان الفرعية تعمل ومرتبطة بالسادة المحافظين، ووجدنا. نعم. هناك بعض المعاملات. نعم. بنيت على باطل، وما. نعم. بني على باطل فهو باطل، وبالتالي استرجاع. نعم. هذه الأموال لا تتم إلا عن طريق الكفيل الضامن. نعم. هذا أولا. ثانيا كشفنا أنه هناك بعض المعاملات
فيها يشوبها الشيء الكثير من التلاعب والتزوير، وهناك عصابات من المافيا دخلت على هذا الخط وعملت على تزويرها، وهذا مال عام. فإحنا إذا كنا حريصين على المال العام، إحنا قبل يعني عندنا اتصال ناخذ، إحنا يمكن شفنا مدير التقاعد السابق اللي حكم أيضا كانت هناك معاملات تخص شهداء، صحيح؟ نعم نعم، ومو فقط هذا، يعني عندما صرح أستاذ عبد الله نائلي هناك معاملات فعلا. الآن إحنا أوقفنا 19700 معاملة في الأنبار، هناك أكثر من 4593 معاملة كانوا يأخذون رواتب. الآن كشفنا أنه أكثر من 1050 معاملة كانت مزورة. 1050؟ نعم، مبنية على التزوير. نعم طيب طيب. والآن يجب معاملة استرجاع هذه الأموال، مستلمين دفعات والمنح. نعم نعم نعم، استرجاع هذه الأموال، هذه الأموال تخص المال العام ويجب ملاحقة هؤلاء. 1050 قد تقدر المبالغ اللي ماخذيها من الدولة؟ والله إذا ماخذينها لمدة 10 سنوات احسب على 1,200,000 إضافة إلى منحبة الأرض. يعني أنا آخر لقاء مع أستاذ أياد الجبوري رئيس هيئة التقاعد الوطنية قال استرجعنا فقط هذا الشهر أكثر من 350 مليون دينار في 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 بعض المعاملات. نعم أشكرك. أنا بس خلينا ناخذ اتصال. ألو أبو كرم من بغداد. ألو. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا نهاري من سامران من محافظة كركوك. على رأسنا أهالي كركوك. تسلم رأسك، جزاك الله خير وتحية لك ولضيفك الكريم. أستاذنا العزيز عندنا إشكالية واحدة، نرجو عن الشهداء ليفرقون بيناتهم لقضايا سياسية وكذا. احنا أصحاب شهيد من محافظة كركوك ضحى لأجل هذا الوطن، هسه يقولون لنا أنتم امتيازات ما لكم لأن تابعين على عقلي، والشهيد احنا متابع محافظة كركوك، هي حد الآن لا قطعة قاع امتيازات نقدم على دراسات العليا، يقول هذا الامتيازات لا يشملكم، يعني الراتب يقول ما تقدرون تنقلوه على بغداد، يعني علاج. نعم قطع الاتصال انه موجود يانا. استاذ طارق ممكن تجاوب؟ يشمل كل العراقيين ولا يميز بين كردي وعربي و تركماني ومسيحي، القانون وضع لكل العراقيين. لذلك حتى قانون ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ذكر في المادة الأولى، يهدف هذا القانون إلى تعويض كل شخص عراقي. ولكن المسألة وين؟ الأخوة في إقليم كردستان لديهم وزارة اسمها وزارة الشهداء والمؤنفلين. نعم. هي هاي النقطة، من المفترض أن تلغى هذه الوزارة، تلغى حتى يكون هناك تقاطعات جاسر وياكم. بالضبط، هو هذا التقاطعات، لأنه يريد يأخذ راتب منك ومسجل عند الإقليم وفق القانون مال الإقليم. زين. ويريد يجي منا أنا يأخذ من عندي امتيازات. أنتم قاعدة بيانات مشتركة، يعني تعرف هذا هو هذا عندهم؟ هو هنا النقطة الفصل. لو أنت تمشي على المنطقة. لا 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 لا، هي مو قضية المنطقة. من المفترض أن يلغى وزارة الشهداء والمؤنفلين ويصير هناك مؤسسة الشهداء لها فروع في محافظات سليمانية وأربيل. نعم. ودهر. نعم. حتى نشمل على ضوءها كل العراقيين في موضوع الشهداء. الأخوة هناك عندهم وزارة ويمنحون رواتب، وأكو قانون بموجب هذا تم تسجيلهم عليه. احنا ما عندنا اي قاعدة بيانات فيما يخص هؤلاء. نعم. لا عندنا قاعدة بيانات، لانه احنا الان من نمنح لذوي الشهيد غير عندنا قاعدة بيانات. نعم. موثقة كل معلوماته يمنا. نعم. ومصدري له قرار، وعلى ضوء هذا القرار برقم وكود خاص، وعلى ضوء نمنح الحقوق. اكو تحركات برلمانية اللجنة الخاصة. نعم، كانت هناك لجنة الامر الديواني 98، احنا كمؤسسة الشهداء اقترحنا في هذه اللجنة أن يكون
مصدر واحد وهي وزارة المالية الاتحادية العراقية. إذن شهداء شهداء العراق متساويين بالحقوق. نعم، حسب المادة 14 من الدستور العراقي العراقيون متساوون بالحقوق والامتيازات. نعم. وبالتالي يجب على الأخوة في حكومة إقليم كردستان إلغاء وزارة الشهداء والمؤنفلين، ويكون هناك لمؤسسة الشهداء فروع في هذه المحافظات حتى نعمل على ترويج معاملاتهم. نعم. والشمول الجميع في هذه الحقوق. شكرا والامتيازات. شكرا للأستاذ طارق المندلاوي، مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. نعم، راح نشيع أكثر من 104 شهداء للمكون الأزيدي. نعم. في نصب الشهيد في احتفال مهيب يحضره السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء. نعم، تشييع رمزي تشييع لا تشييع جثامين 104